لمداخلة سريعة جدا ومهمة جدا مع الكابتن الكبير كابتن أحمد ناجي مدرب حراس منتخب مصر. يا كابتن ناجي مساء الخير عليك. مساء الخير يا أمير، وكل سنة وأنت طيب. حضرتك طيب. ربنا يخليك. حلو ما شاء الله. ربنا يخليك، أخبارك إيه؟ كله تمام؟ تمام يا حبيبي، ربنا يكرمك. الحمد لله. أكيد طبعا الفترة دي الجهاز الفني لمنتخب مصر بيعكف على دراسة إمكانيات اللاعبين بشكل عام، أكيد عندكم قوام أنتم مستقرين عليه بشكل كبير جدا سواء في حراس المرمى أو المنتخب ككل، عناصر المنتخب ككل، لكن متابعة أكيد مهمة بالنسبة للجهاز الفني لمباريات الدوري، مباريات دوري أبطال أفريقيا اللي بتشارك فيها الأندية المصرية والكونفدرالية كمان. عايزين نتكلم بالتحديد يا كابتن احمد عن استعدادات المنتخب والمتابعه الجيده والدقيقه اكيد للاعبي مصر بشكل عام. طبعا احنا بدانا بفكره التركيز العالي جدا، طبعا من ساعه ما يعني بشكل الجهاز الجديد واحنا في فتره عمل مستمره قبل ما نتكلمش وكملنا العمل يعني لحد طبعا برونز حصل يعني حملتنا مسؤوليه كبيره جدا جدا لجماهيرنا وولادنا. طبعا احنا مشغولين جدا بالفتره اللي جايه، وطبعا اولا بنشكر اتحاد الكوره ومهندس انا بريد وكل اعضاء مجلس اتحاد الكوره على الجهد اللي عملوه عشان نوصل الكأس في مصر والنتيجه الساحقه يعني اللي حصلت في التصويت، وده طبعا عمل كبير جدا. مشكورين عليه، وبالتالي احنا برضو من الوقت ده واحنا في نقاط اجتماعات مستمره عشان نحدد شكل المرحله الجايه وطريقه العمل بتاعت المرحله الجايه. طيب كابتن احمد ناجي، هل ان البطوله خلاص هتقام في مصر ده ممكن يعمل ضغوط اكبر على الجهاز الفني واللاعبين، وخصوصا ان احنا طبعا كان مطلوب ان انت تنافس على البطوله حتى لو مش هتقام في مصر، لكن اعتقد دلوقتي بقى اصبح مطلب اساسي وهو الفوز بالبطوله طالما هي هتقام على الملاعب المصريه. زي ما انت قلت قبل، حتى لو بره مصر احنا احنا كنا الوصيف يعني. كان مطالب مننا هنا من الجهاز اللي كان بره مصر او جوه مصر، لكن طبعا جوه مصر معانا بقى جماهيرنا بالظبط وملاعبنا والمستند الكبير اللي حصل يعني حاسس مستند كبير حتى من الاعلام وكل المهتمين بالرياضه في مصر، يعني اعتقد ان هو هيبقى عمل جماعي جدا. نتيجته هتبقى ان شاء الله تتويج بالبطوله باذن الله. طيب الفترة اللي محتاجها الجهاز الفني لمنتخب مصر قبل البطولة للاستعداد، يعني احنا عارفين او التصريحات اللي خارجة دايما من اتحاد الكورة ان فترة اعداد المنتخب هتكون اسبوعين بالظبط قبل البطولة، سواء كانت البطولة ايام ما كان ممكن تبقى بره مصر او لما تم خلاص استقرار ان البطولة هتكون داخل مصر. الحاج عامر حسين بالتحديد رئيس لجنة المسابقات قال ان الوقت مش هيسمح اطلاقا ان يكون في فترة اكبر من كده، في المقابل سمعنا ان مستر اجيري بيطلب حوالي 25 يوم قبل انطلاق البطولة لتوقف الدوري وعشان المنتخب يستعد. الجهاز الفني بالتحديد منتخب مصر بالنسبه له الموضوع ده مهم، بيفكر ازاي؟ عايز 25 يوم فعلا ولا ممكن اسبوعين يكونوا كفايه لاستعدادات المنتخب لبطوله الامم الافريقيه؟ بس المسائل دي امير حسمت من بدري بقانون الفيفا. تمام. انت بتبقى عندك الفيفا دي يعني طبعا يعني محدده وتواريخها معلومه، ولو عملت عملت لعيبه محترفين حطيتهم في معسكر قبل الميعاد المحدد بتتوقع عليك عقوبات وحاجات كتير. احنا مرتبطين بالفيس بيت يعني المعسكر اللي جاي نيجيريا بالظبط اربع خمس ايام قبل المباراه، والمباراه وبعد كده المعسكر قبل البطوله في اسبوعين ان شاء الله. اذا كان بعض اللعيبه المحليين عن مصر او بعض اللعيبه خلصت دورياتها هتكون متاحه، ممكن تبقى حاجه وديه كده تعمل لهم تدريبات عشان ما يفقدوش كل جزء من الحاله البدنيه بتاعتهم يعني، لكن هي اللي احنا مرتبطين دلوقتي كل منتخبات العالم مرتبطه بالفيفا دي. هو ممكن يكون الاتجاه يا كابتن ناجي فيما يخص الدوري المصري بالتحديد واللاعبين المحليين اللي ممكن يتم اختيارهم من جهاز المنتخب وان هم يكونوا متواجدين في وقت مبكر شويه، لكن الاتجاه ده خلاص تم اغلاقه بشكل تام على حسب تصريحات حضرتك. لا، ده في مباريات يعني الدوري يعني الجدول اللي احنا يعني بصينا عليه الاسبوعين اللي فاتوا في مباريات لحد 1/6 يعني ما فيش فرصه لحد يبقى عنده وقت يبقى متواجد في المنتخب قبل المعسكر ميعاد المعسكر المتحدد يعني.
طيب المعسكر القادم هيكون استعدادا لمباراه النيجر واخر مباريات التصفيات المؤهله للامم الافريقيه، واحنا خلاص تاهلنا بشكل رسمي اكيد. هل ممكن المنتخب يشهد بعض العناصر الجديده اللي ممكن تنضم خلال هذا المعسكر استعدادا او لتجربه هؤلاء العناصر قبل بطوله الامم الافريقيه؟ الفريق ليه قوام، يعني المنتخب الدولي او المنتخب الوطني ليه قوام وليه رؤيه، يعني الفريق وكاس السنه ليهم رؤيه في الفتره اللي جايه والفتره اللي هتعقب حتى كاس الامم احنا مفكرين فيها وتصفيات كاس العالم وكل الحاجات دي احنا بنتكلم فيها. وطبعا الحاجه المناسبه للمرحله هتتعمل ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن احمد ناجي، ما ينفعش بقى معايا وما اكلمكش عن حراسه المرمى الخاصه بمنتخب مصر، ويمكن بالتحديد يعني خلال امبارح او اول عصام الحضري لاعب المنتخب الدولي واللاعب الكبير طبعا واللي اعلن اعتزاله اللعب الدوري، كان ليه بعض التصريحات بخصوص ان لو المنتخب احتاجه في بطوله الامم الافريقيه ممكن ان هو يرجع للمنتخب لو تم استدعائه. هل ممكن يكون في اتجاه فعلا بكده من قبل حضرتك بالتحديد؟ وبرضه عايز اتكلم ايضا على عناصر ممكن يتم اضافتها لحراس المنتخب المصري خلال الفتره المقبله. الحضري طبعا حارس كبير ونتمنى له التوفيق في الفتره اللي جايه، هيحدد اذا كان هيستمر في الملاعب او اذا كان هيقرر الاعتزال او كان هيتجه للعمل الفني او العمل الاداري. طبعا احنا موجودين مساعدته ونكون جنبه كالعاده يعني. اعتقد ان هو لسه عنده طموح في اللعب، اعتقد ان هو بس كان مقرر ان هو معتزل اللعب الدولي، واحنا على الاساس ده بنينا خططنا المستقبليه، يعني نتمنى له التوفيق ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. طيب كابتن احمد ناجي، برضو عايز اسال حضرتك على انطباعات مستر اجيري في الكام معسكر السابقين، معسكرات تعتبر قليله لعبنا اربع مباريات تقريبا، انطباعات مستر اجيري عن اللاعب المصري بشكل عام من خلال حديثه مع حضرتك وعن الدوري المصري ايضا. قول السؤال ثاني يعني كده بس بوضوح شويه. سامعني كده يا كابتن؟ بقول لحضرتك انطباعات مستر اجيري عن اللاعب المصري وعن الدوري المصري بشكل عام من خلال الفتره اللي تعتبر قصيره حتى الان منذ توليه مسؤوليه منتخب مصر. المصري يعني دلوقتي بقى مصنف، يعني عندنا مجموعه محترفين في افضل لعيبه في العالم، عندنا لعيبه من اعظم لعيبه العالم، عندنا لعيبه بيعتمد عليها في اجهزتها الاوروبيه بشكل كبير جدا، اللعيبه اللي بتلعب في الدوري المصري لعيبه كبار جدا. وده من يعني فخورين بيهم جدا، وطبعا هم دول اللي هيبقوا يعني الزاد البشري اللي احنا هنوصل بيه ان شاء الله نجاحات الفتره اللي جايه. راجل معجب جدا باللاعب المصري وتكوينه ومهاراته، وان شاء الله باذن الله نحقق معاه ومع الجهاز الفني نتائج طيبه ان شاء الله. طيب كجهاز فني، كيف تم استقبال خبر اصابه محمد محمود بقطع في الرباط الصليبي يا كابتن ناجي؟ احنا في كرة القدم متعودين على المسألة دي أكيد. يعني بقى لنا فترة طويلة بنشتغل في المهنة دي وعارفين طبعا يكون عندك بلان 1 وبلان 2 وتبقى مستعد لكل الحاجات. أحيانا في إحماء المباراة بتفقد لاعب أو أكيد أكثر يعني. أكيد. فطبعا احنا بنتمنى له الشفاء، لعيب من اللعيبة المهمين جدا بإذن الله في الفترة اللي جاية، يعني لعيب صغير ويتعافى إن شاء الله بسرعه ويرجع للملاعب ويلعب 10 سنين لسه قدامه ان شاء الله. لكن بالنسبه لنا احنا بنبقى طبعا متوقعين كل الاشياء وكل الاحتمالات، واسمنا هي اساسا بتعتمد على الرؤيه المستقبليه والتنظيم والمفاجات وكل الحاجات دي بتبقى تحت اعتباراتنا يعني. طيب اخيرا يا كابتن ناجي عشان ما اطولش على حضرتك، رؤيتك لمباراه الاهلي وفيتا كلوب النهارده، وايه المطلوب من لعيبه النادي الاهلي قبل هذه المباراه الهامه؟ اتمنى طبعا ان يعني نتيجه كويسه سكور كويس عشان مباراه العوده. في تكلوب احنا في دوري المجموعات يا كابتن ناجي، ما فيش مباراه عوده، يعني احنا في مرحله حصد النقاط. طبعا في المجموعه قصدي، يعني هتلاعبهم تاني اكيد اكيد يعني. خلال البطوله طبعا. فاتمنى ان احنا نعمل نتيجه كويسه ونبتدي بدايه كويسه تدينا دفعه للمباريات القادمه ان شاء الله، وتبقى يعني ليه لما بتكسبها هنا بشكل كويس بتبقى معنوياتها بتتاثر في المباريات اللي في ملعبها يعني. ان شاء الله النادي الاهلي يعمل نتيجه كويسه وبسكور كويس، ويعني نبتدي في مرحله لمجموعه اللعيبه اللي ان شاء الله هيكون لها تاثير كويس على الفرقه.
ان شاء الله باذن الله. كابتن احمد ناجي مدرب حراسه مرمى منتخب مصر، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه، واكيد اتكلمنا معاه في العديد من الملفات الهامه جدا وبالتحديد فيما يخص المنتخب.